السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غندير معكم الطاجين ديال ما كيعرف بالصنور أو الفرخ. غنحتاجو الكمية اللي كاينة، نحتاجو تومة، قزبرة، معدنوس. غنديرو هاد الطاجين بالبصلة والشريحة والمشماش، واللي بغا يدير زبيب يدير زبيب. غادي يجي طاجين حلو. في التوابل عندنا البزار، عندنا سكنجبير، عندنا الخرقوم بلدي، عندنا الملحة، تحميره، شويه زعفران، وعندنا العويدات ديال القرفه، وعندنا زيت الزيتون. غنبداو على بركه الله، غنشرملو الحوت هو الاول. غادي نديرو قزبر معدنوس، غندير الثومه محكوكه، غنديرو التوابل، زيت الزيتون، نروح شويه ديال الماء، ونخلط الشرموله ديالنا اللي غنرقدو فيها الحوت. داكشي اللي بقى غادي نديروه مع البصله. نحط الحوت هنايا، وهاد الشرموليه اللي بقات غادي ندير فيها البصله. ناخذ الطاجين، ندير شويه ديال البصله لتحت. هذا الطاجين ديال جوج الناس، وغادي نحط فيه الحوت. وغادي ندير العويدات ديال القرفه في الجنب، وغندير عليها بصله لان البصله غادا تهبط. غندير فيه لا ما لا والو، غندير واحد البابي كويسون من الفوق، وغنغطيه وندير عافيه مهيله، وغنحطو فوق المقله الثقيله، وغادي نقص عليه ونخليه. دونك انا نجي هنا غادي نزوق مشماش، اللي بغى الزبيب قلت لكم يدير الزبيب، لان يعني اصلا الشريحه حلوه ومشماش حلو. غادي تلق لينا الحلاوه، غناخد واحد بابي كويسون ونحطو عليه، غنغلفو ونحطوه يطيب. الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا ديال الفرخ بالبصله والشريحه والمشماش هو هذا. بالصحه والراحه.